قد يتبادر إلى ذهنك في اللحظات الأولى أن ما يدور هنا هو حفل غنائي للمنشد شهاب الشعراني الذي عرف منذ الطفولة بصوته الأخاذ وأحاسيسه المرهفة، وقد تظن أنها حفلة راقصة لزهرات اليمن يذهبن به عنا تعب الحرب المنهكة. لكن الحقيقة عكس ذلك، فخلف الفرحة حزن، وتحت أقدام الزهرات ثمة جرح يحاول الجميع دمله. إعلاميون وفنانون وممثلون وشباب الوطن يتحدون عند الحاجة ويزرعون بأرض الحرب وردا، عازفين أغاني السلام على إيقاع الرصاص وأزيز الطائرات. وما يدور هنا في البازار الفني الخيري ليس إلا صورة مصغرة لما يطمح له الجميع. كانت صراحة اليوم مشاركة جميلة، وقدمنا الخير وإن شاء الله نسعى إلى الخير هكذا دائما. أتمنى المساهمة من جميع الفنانين والمبدعين اليمنيين، لأنها هذه زكاة أعمالهم وإبداعهم. البازار هذا اليوم يقام لصالح شاب من الشباب اليمني الذي عرض كليته، إحدى كليته للبيع لكي يعالج أباه وأمه وأولاده الذين يعانون من مرض الكبد والكلى وتكسرات في الدم. هذا البازار طبعا خيري من الشباب، من شباب المبادرة، وأيضا هناك منظمات خيرية ومؤسسات خيرية ومبادرات شاركوا بأطعمة وأكسسوارات ومشغولات يدوية. في هذا البازار الخيري الذي عمل من أجل أسرة تحتاج إلى المساعدة، الشاب يعرض كليته من أجل أن يوفر الدواء والعلاج لوالده ووالدته وأولاده المصابين بتكسرات الدم. أنا أشكر كل الذين حضروا، لكن هي رسالة مهمة، وأستغل قناة اللحظة، أتمنى أن تحذو القنوات، حذو قناة اللحظة، لأنها متواجدة في العمل الإنساني بشكل جيد، وهذه ليست المرة الأولى التي نجد فيها قناة اللحظة في هذه التغطية، لدينا شراكات مع هذه القناة. شاب يعرض إحدى كليتيه للبيع من أجل معالجة أبويه من مرض قد مسهما، عبارة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي فقضت مضاجع الجميع وتداعى الكل بالخير دون تواني، ليمسحوا دمعة حارة على جبين من أنهكتهم الظروف ورمتهم في واد سحيق من الحزن والعناء. كنا اليوم أغلبيتنا من أجل نساهم في عمل الإنساني والعمل الخيري، وأيضا من شان مساعدة الشخص هذا الذي حب أنه يبيع كليته من أجل داوي أمه وأبوه. هذه الحالة قد نادرا ما نجدها في مجتمعنا، لأنه شخص يتبرع بكليته من أجل يعالج أمه وأبوه، بينما البعض ينقل أسرته وينقل أهله إلى دار العجزاء وإلى دار المسنين. هذا الشخص حاول أنه يقدم شيء لأمه وأبوه، ولو جاب لهم شيء من كبده، من شيء من أجزائه، من عضوه، من جسمه، من جسده. فهذا الشاب كنا له كل الشكر والتقدير، لأنه بيحاول أنه يقدم شيء ولو بسيط كجانب تعويذي أو وفاء لأمه وأبوه لما قدموا له خلال فترة حياته. فإحنا حابين نسوي هذا البازار عشان يعني بنرجع له عشان نساعده، وإن شاء الله نكون يعني الكل يساعدنا، وطبعا كل يعني كل محتاج ذوي يساعد. فتيات يجدن بما يملكن من حرف يدوية ومأكولات، ليعود الريع لصالح الشاب الذي من أجله أقيم البازار، وشباب كثر يحاولون المجيء بما بحوزتهم من إبداع ومال، مشكلين لوحة اليمن النابضة بالخير والسلام.